سعي مصر للسلام يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فكرة النزوح من القطاع إلى مصر غير قابلة للتنفيذ، وإذا استدعى الأمر أننا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. بأكد مهم قوي أن تقدر سيل تدفق المساعدات يصل إلى القطاع. أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث أبداً على حساب مصر. إن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة. إن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وخصصت مطار العريش وميناء العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم. ألا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة. وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق. أعبر رفح مفتوح على مدار الـ 24 ساعة في السبعة أيام في الـ 30 يوم. أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن. ولقد حذرت مصر مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر أيضاً من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية. موقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماماً لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي. مصر دولة قوية جداً لا تمس قدرة على أن هي تحمي بلدها تماماً.